السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، أمامكم فندق في مكة في حي العزيزية، بارك إن بو راديسون مكة. هذا الفندق على بعد 3 كيلومتر من مكة مول، ويوفر مكان الإقامة المطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومركز اللياقة البدنية وصالة مشتركة. ويشمل هذا الفندق المصنف 5 نجوم خدمة الكونسييرج ومنطقة لتخزين الأمتعة. فيما يتميز مكان الإقامة هذا بمكتب استقبال الذي يعمل على مدار الساعة، وخدمة الغرف وخدمة صرف العملات للضيوف. أيضا تحتوي جميع الغرف على تكييف هواء وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وغلاية ومجفف للشعر ومكتب. كما توفر جميع الغرف في هذا الفندق حمام خاص مزود بدوش ولوازم استحمام مجانية وخدمة الواي فاي مجانا. فيما يتميز غرف الضيوف بخزانة ملابس. يتم تقديم بوفيه إفطار كل صباح في فندق باركين باي راديسون مكة. ويبعد مكان الإقامة 7 كيلومتر من أبراج البيت والمسجد الحرام. أكثر مرافق رواجا: مواقف سيارات مجانية، غرف عائلية، واي فاي مجاني، المطعم، مركز لياقة البدنية، غرف لغير المدخنين، آلة صنع الشاي والقهوة في جميع الغرف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إخوة الكرام. ومن يريد مزيد من معلومات فتحت هذا الفيديو رابط، ادخلوا واحجزوا هذا الفندق عن طريق بوكينج، عن طريق عقودة، وعن طريق هتلوك، وعن طريق أكثر من مواقف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء.